مو هيجي والله العظيم، مو هيجي بالله الكريم، يعني صرنا فيلم امام العالم. طب والله هناك العظيم فيلم آخر. عيب هناك عيب هناك مجموعه افلام اخرى سيد سرمد نتحدث عنها. السجال اليوم نعم. بين الصدر والمالكي، التسريبات اللي حرقت الدنيا كلها، باعتقادك الى اي مدى يمكن ان تنعكس سلبا على الشارع العراقي وعلى قواعد وجماهير هذين الشخصين؟ حلو، هذا السؤال جدا جميل. شوف انا راح ابعدك عن هذا السؤال وراح تقول سرمد البيات يسحبني الى غير اتجاه، لكن هي هاي الحقيقة. يعني من اول تسريب صدر المفروض احنا عندنا اجهزة وفي وقتها قوات تحالف زودتنا باجهزة استخبارية تنصت وكشف كل شيء. لماذا لم نتخذ قرارا واضحا من اول تسريب ونؤكد هل هذا التسريب حقيقي ام غير حقيقي؟ الان السيد صدر بداية قال لا تهتموا الى التسريب، لكن يوم امس اصدر تغريدة مفصلة اوضح بها بانه هو متعرضين الى القتل من زمن النظام السابق وثم الامريكان، والان من قبل ذكرها بصورة واضحة، مو اني دا اذكرها، ذكرها من قبل حزب الدعوة. زين السيد الصدر انت يعني هل ممكن انه واحد يفكر يستهين به، وخاصة بعد صلاة الجمعة اللي شفناها كليتنا بالتلفزيون وشفناها وحضرناها وكانت مليونية بحق، تستهين بهاي الجماهير؟ انت تقدر تستهين بها؟ زين كيف ممكن ان يتعرض قائدها اللي يدينون الى بالولاء والطاعة التامة الى خطر او مكروه وراح يسكتون، يعني راح يسكتون على هذا الوضع؟ هذا واقع حال. اما بالنسبه للسيد المالكي من تجي تتكلم مع الجهه الاخرى سيد يقول انا فيت، هذا تسريب، هذا مفبرك، هذا طيب احنا الشعب الغلبان البسيط احنا هسه شلون راح نعرف الحقيقه؟ هاي الحقيقه يجب ان تحسبها اجهزه امنيه واضحه. الان اليوم يلا سمعت انت تحركوا باتجاه القضاء من أجل أن القضاء، طبعا القضاء راح يسويها كتابنا وكتابكم إلى الأجهزة المختصة، والأجهزة المختصة راح تحلل الصوت. وهسه تغريدة أخرى هذا علي فاضل يقول أنا مستعد أروح أجلب شهادتي بالسفارة العراقية بحضور وكالات الأنباء العالمية من أجل أن لا أخطف أو أقتل. يعني تطورات أستاذ أحمد سريعة ما تلحق. طيب ما الحل إذا سيد سرمد يعني سمحت لي، ما الحل حتى لا تتصاعد التوقعات والسيناريوهات المخيفة مجهولة المدى؟ يعني كيف من الممكن إيقاف الشأن السياسي والأمني؟ أولاً أمام الكتل السياسية الشيعية، خلينا نقول الكتل السياسية البقية الكراد ما راح يتفقون، عسى أن يتفقون اليوم، لكنه إذا اتفقوا أمامهم. بالمناسبة الأخوة يعني إحنا ثلاث مكونات بس، إحنا إذا جانا محرم بعد مصير حكومة بالمناسبة، يعني الجماعة تعرفين يعني محرم وصفر ما يشكلون به حكومة أكيد، على اعتبار أنه يعني الاعتبارات دينية مهمة فما راح يشكلون به حكومة. أمامنا الحل الآخر، نستمر بهاي حكومة تصريف الأعمال إلى أن نشوف ونخلص من هاي قصة الانتخابات اللي ما راح تنتهي، ونعيد نعدل بأسلوب الانتخابات بالدستور مالتنا اللي كل انتهاكات دستورية. احنا ما عندنا شيء صحيح، احنا ما عندنا شيء صحيح. يعني اذا اردحكي من الناس ساعتين احكي كيفية التصحيح وهمين ما نصينا نتيجة. ومن يسمعنا هو من يسمعنا بالمناسبة، يعني احنا 24 ساعة بالفضائيات، اكو واحد اجا قال تعال بابا انت هاي افكار؟ هم وكأنه انبياء مرسلون وهم الذين يفهمون ونحن الاغبياء. ما يصير بابا، ما يصير هيجي. انتو ما معقولة، انتو 10 أشهر لحد الآن ما متقدمين، هاي بس السنة جابوا سيد العلبوسي. زين الكراد ما متفقين والشيعة ما متفقين، أو يوم تسريب منا ويوم العالم خايفة، وما راح يصير صدام وراح يصير قتل وراح يصير ذبح، والعالم ما تعرف شو تسوي.